لجنة الانتخابات اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا سعيدين ان نكون حاضرين اليوم في انتخابات غرفة صناعة وتجارة البحرين لدورة 30 في سنة 2022. بداية احب اتقدم بالشكر للجنة الانتخابات على التنظيم الرائع وحسن استغلال المبنى اللي في مركز البحرين للمعارض وسلاسة العملية والانسيابية اللي شفناها. تم شرح كامل ووافي عن العملية الانتخابية واطلعت على النظام اللي أسسوه ووضعوه والتكنولوجيا المستخدمة فيه اللي كلها تخدم في سرعة إنجاز العملية الانتخابية والتسهيل على الناخبين في إجلاء أصواتهم. شيء ثاني نأمل إن شاء الله أن يكون الحضور جيد، يكون في تمثيل متكامل لجميع القطاعات الموجودة في الاقتصاد البحريني سواء من الأحجام المختلفة أو القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة، وإن شاء الله يكون يعني طبعا عندنا 33 مرشح يتنافسون على 18 مقعد، فجزء منهم يتوفق بناء الحظ أنه ينجح في الانتخابات، الجزء الآخر يعني الرسالة لهم أنه ما يكون هذه نهاية المطاف وأن يكون عملهم مرتبط بالغرفة وأدائهم يعني الى اقتصاد البحرين إن شاء الله يستمر من خلال اللجان من خلال الفعاليات.